الإسرائيلية في صباح هذا اليوم لتعلن انطلاقة شوطنا الثامن للقعدان اللقاي المهجنات الأصايل. نبدأ مع البداية الأولى، أبدأ مع الصدارة في هذه اللحظات لأتابع دبوس مع أول المراكز، أحمد بن حمد بن نصيب بن عبيد الجنيبي يقدم لنا دبوس مع البداية الأولى. المركز الثاني الحضور من الأسد، يحضر هنا حمدان بن جابر بن هياي المنصوري مع المركز الثاني. المركز الثالث الحضور من الشبابي، بخيت بن حمد بالعود العامري مع المركز الثالث. المركز الرابع الحضور في هذه اللحظات هنا الطاغي لسيف بن سليم بالدود العامري، يأتي مع المركز الرابع. المركز الخامس شجاع عبد الله بن جوعان بن عبد الله المهيري قادما مع المركز الخامس. والمركز السادس الحضور في هذه الأثناء من شقران ناصر بن شطيط بن سالم بن راشد الاكتبي مع سادس الأسماء ومع تواجد شقران وحضور شقران. بينما المركز السابع القدوم في هذه اللحظات والحضور مشاهدينا متابعين الكرام يتقدم. الشرقي هو القادم، راشد بن خليفة بالمر النيادي يقدم لنا شعار. بينما المركز الثامن والحضور من الذيب القادم، مرحبا يا الذيب، مبارك بن محمد بن دران المنصوري يتقدم ليقدم لنا الذيب. بينما الحضور من الجانب الأيمن، التواجد في هذه اللحظات والحضور والانطلاق متابعين الكرام يتقدم في هذه اللحظات. هداد لحمد بن محمد بن سيف المزروعي يتقدم بشعاره، يحضر مع شعاره. بينما مزعل القادم عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري يقدم لنا مزعل. هكذا النداء الاول للاسماء الاولى الحاضره للشعارات المتواجده المنطلقه من خلال هذا الانطلاق الكبير. من خلال هذا الانطلاق الجميل اعود الى البدايه، اعود الى الصداره، الى دبوس. دبوس من ينطلق في هذه اللحظات؟ احمد بن حمد بن نصيب بن عبيد الجنيبي يتقدم في هذه اللحظات مع دبوس وحضوره مع اول المراكز. المركز الثاني القدوم من الجانب الايمن، الحضور على ثاني المراكز. الاسد هو القادم، الاسد هو الحاضر، حمدان بن جابر بن هياي المنصوري. الله الله يا رعي الاسد. المركز الثالث الشبابي لبخيت بن حمد بالعود العامري مع المركز الثالث. المركز الرابع الحضور في هذه اللحظات والقدوم من الطاغي سيف بن سريب بالدودة العامري. والمركز الخامس يحضر في هذه اللحظات ويتقدم هنا في هذه اللحظات لحاق القادم فهد بن محمد بن سالم بن كردوس العامري. وصل بن كردوس، وصل مع شعاره مع لحاق وحضوره. بينما القادم هيمان القادم سالم بن حمد بن راشد المخيبي هو القادم، هو الحاضر في هذه اللحظات. يا هي اسماء، يا هي شعار طارن القعدان واجواء الكيلومتر الاخير. الكيل الخطير يا اخوان، والمعركه بدات من هذه اللحظات ليتقدم ليحضر في هذه اللحظات الشبابي. الشبابي الشبابي بخيت بن حمد بالعود
الحود بالحود الحامري، المركز الثاني الأسد حمدان بن جابر بن هياي المنصوري، والقادم السلح قادم زيتون بن عوض بن حتيق بن زيتون المهير المهيري، والقادم هيمان سالم بن حمد بن راشد المخبي، والقادم محذر القادم لعلي بن بخيت بن محمد المنالي، ولكن بن زيتون يتقدم في هذه اللحظات مع السلاح زيتون بن عوض بن عتيق بن زيتون الأميري بالإبداع، بن زيتون بالإبداع وبالإمتاع يتقدم، ولكن هيمان والسلح وهيمان في آخر الأمتار، الصراع الأخير ما بين الاسمين مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن تهانينا لمالك السلاح زيتون بن عوض بن عتيق بن زيتون الأميري على هذا الفوز والانتصار الكبير والمميز. المركز الثاني هيمان سالم بن حمد بن راشد المخيبي، والمركز الثالث الأسد لحمدان بن جابر بن هياي المنصوري، والمركز الرابع كان حضور وتواجد محذر علي بن بخيت بن محمد المنهالي، والمركز الخامس كان حضور الشباب بخيت بن حمد بالعود العامري. تانينا لمالك السلع زيتون بن عوض بن عتيق بن زيتون الميري على هذا الفوز، 6 دقائق 5 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تانينا والناموس المركز الثاني هيمان سالم بن حمد بن راشد المخفي مع ثاني المراكز، قدم أيضا أداء جميل، 6 دقائق 5 ثواني 7 أجزاء من الثانية. المركز الثالث كان حضور الأسد لحمدان بن جابر بن هياي المنصوري مع ثالث الأسماء، 6 دقائق 7 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوان الفائزين. إذن تواصلنا مستمر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام متابعي قناة ياسر.